هلال نجح في العودة من جديد لبطولته المحببة والمفضلة، الفوز بالأمس على الأمل العطبراوي حسم الأمور والتي كانت محسومة مسبقا، الفوز بهدف الكابتن والنجم الكبير نصر الدين الشغيل والتتويج رسميا بلقب هذه النسخة للدوري الممتاز وتعزيز الرقم القياسي الهلالي وسيادته لكرة القدم السودانية. بكل تأكيد ألف مبروك لجمهور الهلال في كل مكان، ألف مبروك للجنة التطبيع، للجهاز الفني، للاعبين، لكل الأهلة، العودة من جديد للتتويج بهذا اللقب والذي غاب لمدة 3 مواسم في المكاتب ولكنه عاد هذا الموسم في الملاعب. أسعد كثيرا بأن يكون ضيفي في فقرة التحليل الأستاذ نزار عوض مالك، عضو لجنة التطبيع بالنادي. نزار مرحب بك، مشرفنا ومنورنا، ألف ألف مبروك الفوز بلقب الدوري الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أخ محمد خير، وشكرا لقناة الهلال التي كانت هي دوما سباغة ودوما مساندة لنا في كل حلنا وترحالنا، ويمكن خطوات التتويج دي يمكن هم كانوا جزء منها في نقل التمارين ومساعدتنا في المباريات الأفريقية برضو. ومن هنا بقول انه التتويج بلقب الممتاز ده الشيء الطبيعي بتاعنا، وده الشيء اللي احنا اساسا يعني جينا عشانه، والمجالس القبلية كلها جت عشانه. ومن هنا بنرسل التحية خاصة للاعبي الهلال كافة دون استثناء، والمجلس او الجهاز الفني كله والجهاز الاداري وكل منتسب لنادي الهلال، كل اسهم بدلوه في هذا التتويج من اصغر عامل لرئيس النادي، وشكر برضه خاص لرئيس النادي الأخ هشام حسن الصوبات الذي تكفل بكل مطلوبات المرحلة من أول يوم إلى مراحل التتويج أمس، بالإضافة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي هو برضو كان مساند في هذا التتويج بدعمه ورعايته وكان مواصل معنا على مدار الساعة. من هنا برضو تاني بقول إنه ده الشيء الطبيعي إنه يكون الهلال يعني بطل الممتاز، ونهدي برضو هذا الفوز والانتصار الطبيعي لأجيال سابقة لكل العهود والمجالس السابقة، ونهدي يمكن لأرواح سبقتنا اللي هي أول رئيس الرؤساء الطيب عبد الله، ومن هنا برضو كل الناس اللي رحلوا عنا في الفترة الفاتت، ويمكن من المجلس الفات في دائرة الكورة الأخ عبد المنعم جميل والأخ أورد برضو إيهاء زغبير كابتن زغبير، وكل من راحل والمشجعين وعمنا عبد الاله، فكلنا بنهدي لهم هذا الانتصار. نعم. وده زي ما قلت الشيء الطبيعي. بكل تاكيد الهلال ايضا نجح مطلع هذا الاسبوع في التاهل لدور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا، دائما نقول فيها مبروك لانه ده الوضع الطبيعي والوضع العادي، الهلال يعني هو البطل غير المتوج لهذه المسابقه. طيب حتكلم مع نزار عن الكثير من المواضيع، حنعرف الحاصل شنو في الجمعيه العموميه للنظام الاساسي، التتويج، البطوله الافريقيه، الكثير من التفاصيل حتكون حاضره معنا. بس دعونا يعني نتذكر مواجهات الدور المقبل في دوري ابطال افريقيا وكذلك في البطوله الكونفدراليه بعدما نجحت 3 انديه السودانيه في العبور والتاهل الى المرحله المقبله وسقوط حي الوادي نيالا. وانا دائما بركز على قصه الانديه السودانيه لانه الان في التصنيف الفارق ما بيننا وما بين أقرب دولة لنا تنزانيا أصبح 3 نقاط فقط، وبالتالي هذه مسألة يعني على الأقل لازم يكون في فريقين سودانيين في دور المجموعات هذا الموسم عشان نقدر نحافظ على هذا الإنجاز الذي جلبه الهلال. بكل تأكيد هو أن تكون السودان حاضرا ب4 مقاعد في البطولتين الإفريقيتين. الهلال حيلعب طبعا مع فريق نادي ريفرز يونايتد النيجيري والذي تأهل بالفوز ذهابا وإيابا على فريق يانغا التنزاني. المريخ سيلعب مع زاناكو الزامبي. أهلي مروي سيلعب في بطولة الكونفدرالية مع فريق نادي غورماهيا الكيني العريق. طيب نزار يعني دعنا نتحدث عن التأجيل المفاجئ لعمومية النظام الأساسي للهلال، واليوم الآن في حديث عن أنه المحكمة رفضت الطعن المقدم، الحاصل بالضبط شنو؟ الجمعية قائمة ما قائمة، الحاصل بالضبط شنو في موضوع جمعية النظام الأساسي؟ شكرا جزيلا. يمكن واحدة من الأشواغ التي تداعب جميع القاعدة الهلالية أنه يعني إرساء أدب الديمقراطية والنقاش في النظام الأساسي وإقامة جمعية عمومية وإقامة بعديها الجمعية بتاع الانتخابات. حقيقة إحنا واحد من التكاليف بتاعتنا كان إقامة الجمعية العمومية، طبعا ده بالإضافة للعضوية اللي هي اوريدي فتحنا كان الباب بتاعه والناس اكتسبتها، وبالرغم من انه احنا عندنا عليها يعني
عتب على الجمهور لاعتبار انه احنا الناس دي كلها طوال السنين اللي فاتت بيسالوا انه نفتح باب بتاع العضويه. صحيح. فلما اتفتحت عضويه قديمه بيئه جديده كلها عمرت 4600 واللي هي نحن يعني كنا متوقع تكون قريب للمليون يعني على اعتبار انه العضويه شرف في نادي الهلال وادلاء بالدلو يعني زول يكون عنده دوره. التجهيزات تمت كلها لاقامه جميع عموميه وكان مقرر لها يوم غدا 24/9 على اعتبار انه الناس تيجي تشارك وتصحح وتجيز المسوده بتاعت النظام الاساسي. للاسف امبارح جانا خطاب من المفوضيه بايقاف اجراءات الجمعيه العموميه لحين اجعار اخر. الليله حاولنا نقدر نعرف التفاصيل، يمكن كان كل القاعده الرياضيه بتتكلم عن انه في طعن قدم والجمعيه العموميه وقفت بسبب هذا الطعن. فالليله عرفنا انه الايقاف بتاع الجمعيه العموميه تم بسبب اجراءات في إقامة الجمعية العمومية اللي هي الإجراءات الفنية اللي هي قبل إقامة الجمعية العمومية، فده هو السبب الأساسي اللي وقف الجمعية العمومية. وبرضه حسب ما ورد حسي من المعلومات إنه حتى الطعن المقدم يعني يمكن رفض، فأنا بتخيل إنه الجمعية العمومية حيتم الإعلان عن إجراءاتها غالبا من المفوضية، إنه حتكون الإجراءات إنه يكونوا لجنة بتاعة إشراف وهيحددوا على اساسها المواعيد برضه. يعني انا متخيل في خلال الاسبوعين الجايين ممكن تقام الجمعيه العموميه عاديه. نعم، يعني الاجراءات الخاصه بحصر العضويه وكل التفاصيل دي حتبدا من اول وجديد الان. لما حيفتحوا عضويه جديده اكيد حتكون نفس الاجراءات اللي هي مراجعه رفع الكشوف مختومه بختم المفوضيه وكده. وبرضه من هنا انا برضه بقول انه الناس يمكن ونحن ذاتنا من الناس الكائن بنتمنى انه يكون بكره في جمعيه عموميه، والناس برضه تكلمت انه الطعون وما أدراك ما الطعون وإنه دي ما مرحلة بتاع الطعون، لكن برضو إحنا بنأكد على حاجة في حال وجود طعون ده برضو بيدي نوع من أنواع الديمقراطية. يعني أنا بعتقد إنه هي ظاهرة صحية بغض النظر عن اتفاقنا عليها أو الاختلاف عليها أو مواعيد أو مواعيد، لكن في النهاية هي برضو بتوري إنه الهلال يعيش حالة بتاعت ارتياح ديمقراطي والناس بتقدر تبدو بدلوها وتقدر تضيف الاراء بتاعه. الليله في زول بيقول انا عاوز في الجمعيه العموميه، في زول بيكون عنده راي جوه الجمعيه العموميه في النظام الاساسي. نعم. فدي ذات البيئه اللي احنا عايزين نعيش عليها، دي البيئه بتاعت الديمقراطيه اللي بنتكلم عنها. رغم كل الدعوات انه يكون في اتفاق جنتلمان، انه المرحله صعبه، الناس تتوافق على جلسه الجمعيه العموميه للنظام الاساسي وبعد كده ممكن نشوف المشاكل الثانيه الموجوده في الهلال. وما في حاجه اسمها اتفاق جنتلمان، في حاجه اسمها مصلحه الهلال. مصلحه الهلال تقتضي انه كل زول يجي يدلو يدلو ويشوف المصلحه بتاع الهلال. الهلال اذا وأجازة النظام الأساسي حقبة خارج المنظومة. نعم. هيكون تابع لجسم ثالث، وطبعا في السنة الجاية يمكن الترخيص حتى ما يدوك لكنادي بتاع الهلال. صحيح. فهي مصلحة الهلال تعلو، وعشان كده الناس مفروض كلها تتوافق داخليا على انه تيجي تشارك في الجمعيه العموميه عشان تنجح اساسا. فهي ما في اتفاقيه بتاعت جنتلمان، لا اول ما تقول اتفاقيه جنتلمان دي معناتها في اغراض وفي تكتلات وفي تحزبات وتنظيمات. وانا ما اعتقد المرحله الحاليه لما يكون في توافق ووفاق بين التنظيمات المختلفه انه نعدي المرحله دي بالنسبه للهلال عشان ما نفقد الحاجات اللي انت قلتها دي. شوف التنظيمات دي كانت زمان عندها تاثير وكان عندها وجود فاعل، حاليا بالعضويه بتاعت 4600 دي انا بقول لك ما في تنظيمات فاعله زي قبل كده، ممكن تكون هي مجموعات اكثر منها تنظيمات، ويمكن تكون برضو نوع من التكتلات الفرديه الجماعيه فرديه على 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 زول واحد لكن ما على تنظيم. فالتنظيمات اللي كانت فاعله زي زمان وعندها دور وعندها فعاليه دي 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 اختفت. يمكن التنظيم الوحيد الفاعل حاليا بكل صراحه تنظيم فجر الغد بقياده اخونا محمد عثمان الكوارتي، من هنا حييه، وهو طبعا اوريدي انسحب. نعم. وبظروف خاصه، لكن ما في تنظيمات فاعله ابدا. وان كان هو صاحب دعوه الوفاق وصاحب دعوه انه 2022 يكون عام الهلال وانه الجميع يعني يقف خلف النادي في هذه الفتره. نحن نتمنى 2021 و22 الى ما لا نهايه كلها تكون اعوام بتاعت وفاق واجواء تصالحيه في مستقبل واحد. نحن متحزبين عشان شنو؟ متكتلين على شنو؟ واحنا قدامنا المثل الاعلى السودان. صحيح. التحزب والتشذر عمل شنو يعني؟ انقلاب وما انقلاب ودعاوي بتاعت معارضه وبصاح وغلط، ما كسبنا حاجه، اقل شيء نتفق في الهلال. اكيد اكيد ان شاء الله. اذا الجمعيه العموميه للنظام الاساسي تم تأجيلها من يوم الجمعة وحتقام إن شاء الله في ظرف أسبوعين على حسب أستاذ نزار عوض مالك عضو لجنة التطبيع. بالتالي كان في إجراءات قامت بها المفوضية، ستتم مراجعة هذه الإجراءات من جديد وتحديد بعد ذلك موعد إقامة الجمعية العمومية للنظام الأساسي. الدوري الممتاز ونجاح كبير لفريق كرة القدم في العودة من جديد للتتويج بلقب الدوري الممتاز. الحمد لله إنه هو كان في تخطيط من البداية ابتداء من التسجيلات،
وتزيادات كانت تمت برؤية يعني أقول فنية، لكن ما يمكن من كادر فني كان مؤهل إنه أو قائد في اللحظة ديك، لكن دخل فيه الكوتش الفاتح النجر من هنا نحييه، هو عمار ملك وكل لعيبة الهلال القدامى واللاعبين القدامى والمدربين في الساحة، وهم الأرشدونا على الخارطة المطلوبة للمرحلة المقبلة، عشان كتمت بها التسجيلات يمكن كان أكثر من 17 لاعب محلي. ومن هنا برضو نرسل التحايا لأخونا الطاهر يونس وأخونا عبد المهيمن، وبرضو تحايا خاصة لمهيار على اعتبار أنه برضو كان مشرف على شغل السيستم، فهو كان مجهود جماعي بقيادة رئيس المجلس هشام حسن. فالآمال كانت لقدام كثيرة جدا، ومن ضمنها طبعا الدوري الممتاز اللي هو طبيعي جدا يرجع لنا، ولسه عندنا طموحنا في كأس السودان وأفريقيا نمشي لقدام. وإن كان أفريقيا برضو البناء في المرحلة الحالية كان شوية بيحتاج لمجهود باعتبار الضغط العالي جدا على لاعبي المنتخب. يمكن نحن الليلة امبارح كنا لاعبين مع الأمل العطبرة، ويوم 26 مع المريخ ثاني، ويوم 30 مع المريخ، ويوم 1 المنتخب حيسافر ثاني عبد المنتخب ده المحر جورين لله يوم 10 صحيح 10 ونحن غالبا حنكون لاعبين في نيجيريا يوم 15 يمكن خارج العاصمة، فده يتطلع منه نسافر من بدري. نعم. فتخيل انه حتكون نفس المشكله بتاعت اثيوبيا، حيجي تمرن لاعبتك يوم او يومين. نحن نفس الحكايه في اثيوبيا، اللاعبه فارقوا الهلال والتيم القاعد. نعم. مشى من يوم 18/8 لحد يوم 9/9 وسافرنا تقريبا يوم 10 تمرنا تمرين واحد، فالارهاق البدني الذهني النفسي ده كان بيؤثر علينا تاثير شديد. ولا ننكر انه الفريق الاثيوبي ذاته فريق ما سهل. صحيح. يمكن الفرق الكبرى الترجي الاهلي فرق مشاهده يوميا وعارف انت اماكن الضعف والقوه. فريق الاثيوبي فريق شبه مجهول. طيب انا حارجع لك لرحله اثيوبيا وانت كنت موجود، لانه حتى التاهل يعني كان جميل بكل تاكيد، ولكن انه الهلال فرط في الفوز في المباراه الاولى، فرط في التقدم في المباراه الثانيه، يمكن اثارت بعض القلق المبرر بالنسبه لجماهير الهلال عن مصير الهلال الافريقيين هذا الموسم. لكن خلينا في الدوري الممتاز، يعني رغم صعوبة هذا الموسم، مشاكل الملاعب، كل هذه التفاصيل البرمجة، ولكن نجح الهلال في تجاوز كل هذه المشاكل. الفريق الوحيد اللي التزم بقواعد ولوائح اتحاد كرة القدم فيما يتعلق بمشاركة لاعبي السنية، نجحتم في تجاوز كل هذه المشاكل والفوز الآن حتى بفارق 8 نقاط وقبل أن تكتمل مباراة الدوري الممتاز. أول حاجة من هنا أؤكد أنه إحنا التزمنا بكل لوائح المنافسة. نعم. من إجراءات، من متابعة الكروت، من المراحل السنية ولاعبي الأولمبي كله، يعني احنا يمكن دي أكتر حاجة كان احنا مركزين فيها على المدار اليوم، وحتى عشان تحكيسها للمدرب باعتبار دي حاجة بالنسبة له حتى جديدة، يعني بيئة جديدة جدا. نعم. بالنسبة له، ويمكن حتى عشان تحكيسها للاعبين جوا، لأنه لعب لاعب من السنية بيأثر على لاعب مسجل. صحيح. أساسي وكشفك حاليا ما زي السنه فات 25 لاعب، حسي كشفك بيه فوق 30 لاعب، فبيتأثر نفسيا، فدارة كانت معالجة خاصة. صحيح. التجهيز ده كان بيبتدي من أقل حاجة اللي هي يعني تفاصيل الميدان، النجيلة، ارتفاعها، سمكها، جاهزيتها، الإضاءة، الكنب. من هنا برضو تحايا خاصة جدا لأخواننا في الاستاد بقيادة أخونا مجدي سنتر، اللي هم كانوا على مدار الساعة الموسم يمكن حتى آخر كان فيه خريف أمطار، كان فيه عملية بتاعت متابعة دقيقة جدا. فبناء التيم ابتدى من أول يوم على لجنة التطبيع، استلمت بقيادة المدرب روكي داك زوران، وبعد كده خلفوا ريكاردو، فكان انه وفرنا كل المعينات المطلوبه. يعني يمكن في اللحظه انا بتكلم معك فيها دي، لاعبي الهلال كل حقوقنا الماديه مسدده بالكامل، لا ينقصنا الا حافظ مباراه الامل امس، وده حسي حيتسدد في خلال ساعه وساعتين. نحن وفرنا البيئه الماديه بالكامل، اعتبرنا هي دافع اساسي. صحيح. وهي يمكن. نعم. العمل الاحترافي يعني ما هاوي زي زمان. صحيح. عمل احترافي. نعم. ده شغل. بعد كده اجراءات المتطلبات الباقيه من اقامه، من الفندق، من التجهيزات كلها، فدي كان فيها مجهود كبير جدا، وفي متابعه يوميا جدا من رئيس النادي ومن اعضاء المجلس، حضور للتمارين، يمكن حتى قناه الهلال من الناس اللي كانوا مواكبين كل التمارين وحاضرين. صحيح. نعم. فهي المتابعه دي ما كانت سهله، حتى التعامل مع الاتحاد العام في التغييرات اللي تمت ده ما كان عمليه سهله، في مباريات اتلغت وتاجلت، والمواعيد ذاتها كان فيها شد وجذب، عصر، مساء، تفاصيل كثيرة. لكن كان العامل المؤرق الحقيقي هي البيئة التحتية اللي هي الملاعب. صحيح. كونك يكون عندك استاد واحد مؤهل للعب اللي هو نادي استاد نادي الهلال، دي كانت بالنسبة لنا مشكلة كبيرة جدا، لأنك تسمح لباقي الأندية تلعب في الاستاد تكون مشكلة إنك حتهدم البنية التحتية بالكامل، تمنع الأندية الباقية أنت حتضطر تعاني بها في بعض المباريات تلعب في استاد خرطوم. فهي كانت معاناة كبيرة جدا، لكن العزيمة بتاعت اللاعبين هي كانت في المقام الأول،
خبرة اللاعبين، اللعيبة دي يمكن عندنا كادر يعني من اللاعبين هو عنده خبرة عالية جدا، هو أسهم في إنه يسوق التيم بمراحل لقدام، الجيل الجديد، اللعيبة الجديدة، الناس اللي دخلوا على إرث الهلال الجديد كلاعبين. صحيح. فهي منظومة متكاملة من مجلس إدارة للاعبين لإدارة فنية لإدارة إدارية لإدارة الكرة للمكتب التنفيذي لحد المكتب الإعلامي بقيادة أخونا هيثم وأنس، فكانت مجهود يعني جماعي وبدعوات الجماهير طبعا أكيد. طيب جهاز فني أجنبي بالكامل، هي تجربة جديدة حتى على كرة القدم السودانية، يكون كل الطاقم الموجود هو طاقم أجنبي، يعني بكل تأكيد هم متعودين على ستاندرد العالي في كرة القدم الأوروبية، يعني ربما ما وجدوه في السودان صعب عليهم الأمور بشكل كبير جدا. هل كان هناك شكاوى منهم ولا كانوا متأقلمين ومقدرين الفروق الموجودة ما بين أشخاص عملوا كل حياتهم تقريبا في أوروبا ويواجهوا الآن السودان بكل هذه المشاكل الموجودة؟ أكيد كان تحدي كبير جدا بالنسبة لهم. أول حاجة هم جايين لأفريقيا، يمكن بالنسبة لهم عالم جديد، أقل متطلبات الكرة الحديثة يمكن كانت موجودة من معدات، يعني إحنا هنا بنستعمل معدات تقليدية، هم جايين من ستاندر عالي، دارين يصوروا التمارين بكاميرا الدرون، دارين سي سي تي في كامل على التمرين، دارين حاجات كثيرة جدا حقيقة، يعني متطلبات كانت يعني صعب توفيرها. اجتهدنا قدر الممكن انه نوفر كل الممكن، واجتهدنا قدر الممكن انه نحكي لهم الحكايه دي هم ذاتهم، وما حتى البرمي في الدوري بالنسبه لهم كانت غريبه. صحيح. يعني في اوروبا معروف الواحد حيجي يوم كده وحيلعب يوم كده لحد نهايه الموسم وحياخذ اجازته يوم كده ومواسكر وكده، دي احنا هنا ما عندنا. انت ما عندك برمجه ثابته، عندك تغييرات في اي لحظه ممكن تعملها، في نفس الوقت عندك برنامج ضاغط مع المنتخب، وفي نفس الوقت ما عندك حتى البيئه بتاعت الارضيه اللي هي بتاعت الميادين، يعني لا في استاد الهلال لا في استاد الخرطوم لا في دار الرياض ومدرمان، يمكن كلنا شفنا المعاناه بنلاقيها في استاد دار الرياض ومدرمان، ده ما استاد يمكن صالح عشان الناس تواصل فيه المباريات، يمكن حتى بالنسبه لفريق الشباب احنا بالنسبه لنا حكايه انه يلعبوا في ميدان دار الرياض بالنسبه لنا مشكله، ميدان ما صالح نهائي، بيئته ضعيفه جدا، اصاباته عاليه وما مؤهل حقيقه. فهم بالنسبه لهم كان تحدي وبالنسبه لنا تحدي، انه نحن نحاول نرفعهم مع او ننزلهم معانا للبيئه بتاعتنا، هم حاولوا يرفعونا معانا للبيئه بتاعتهم. نعم. لكن الحمد لله هم حسوا تفاهم الوضع العام وقدروا يتماشوا معه، ومع ملاحظين ان هم معهم كادر سوداني او مساعد مدرب سوداني بيطلبهم. نعم. يعني يمكن احنا في العاده انه يكون عندنا مساعد سوداني، و يمكن كان في اخونا كمال الشغيل، لكن في النهايه برضه هو انسان، فبيقوا هم ماسكين الشيره كلها، وبعد ما فيهم الدوري قالوا احنا كده بنواصل برانا. طيب يعني بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز، يعني كان هناك تهنئه جميله جدا من معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي وحافز كبير ما يفوق 30 مليار جنيه سوداني، حافز للتاهل الافريقي وكذلك للفوز بالدوري الممتاز. العلاقه مع الرئيس الشرفي، خاصة أن الكل كان يعني ينتظر ربما ضخ أموال أكبر، محترفين بأسماء أكبر، ولكن يعني تهيئة الإستاد بالشكل اللازم، ولكن كل هذه الأمور لم تحدث. يعني حدثنا عن شكل العلاقة الآن ما بين الرئيس الشرفي ولجنة التطبيق. طيب أنا حتة الإستاد دي حاجيك لها في محور تاني. صحيح. لكن العلاقة مع سعادة المستشار تركي آل الشيخ يمكن علاقة قوية جدا بين رئيس مع رئيس. نعم. إحنا يمكن هنا يعني بنتابع التسلسل الإداري بمعناه الحقيقي، فعلاقته هي علاقة مباشرة جدا برئيس النادي على خطط مستقبلية وخطط آنية، ويمكن ما غاب يوم واحد عن أمور الهلال الداخلية والشأن العام في الهلال، ويمكن كلكم بتتابعوا تغريداته بتلقوه مهموم بحال الهلال، وده ما الحافز الأول، الحافز ده مستمر طوالي، ويمكن أول إسهامات النجاح ده هي وجود كادر يعني فني متكامل، يعني إشراف كامل أو تكفل تام يعني بإقامته وبتكاليفه كلها، فمن هنا نهدي له هذا الفوز برضه وهذا الدور الكبير اللي لعبه مع المجلس الحالي في أنه يرتقي بالنواحي الفنية والنواحي الإدارية في الهلال فكرا ودفعا ماديا، فأكدك هنا في تناغم تام بين رئيس ورئيس فيما يعني مصلحة الهلال بكل تأكيد. طيب يعني على مستوى الدوري الممتاز نجاح كبير، عروض مميزة، تألق للاعبين شباب كبار، الجهاز الفني والهلال نفض الغبار حتى على اللاعبين، نجحوا في أن يقدموا أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، وكانوا يعني
مسهمين بشكل كبير جدا في نجاحات المنتخب الوطني الأخيرة والتأهل لكأس العرب والبطولة الإفريقية، ولكن على المستوى الإفريقي الهلال مقلق، الكثير من علامات الاستفهام. آخر انتصار في الدور الأول أمام الأشانتي كوتوكو في غانا في المسابقة الماضية، لعب الهلال في دور المجموعات لم ينتصر لا داخليا لا خارجيا. بدأنا الموسم الجديد أمام فاسيل الأثيوبي أيضا الهلال لم ينتصر لا داخليا لا خارجيا. خلينا من الفات وخلينا في الآن، يعني تأهل الهلال بالفعل تأهل جميل، ولكن لم يكن بالشكل المرضي للنادي. ما الذي حدث في إثيوبيا وحدث بعد ذلك هنا في الجوهرة الزرقاء؟ أول حاجة بس دقيقة واحدة ونص دقيقة. تفضل، أديتك اثنين. يعني أنا بطالب جمهور الهلال إنه يجيب مع لاعبينه، يعني أنا حقيقي متابع جيد جدا للوسائط والجروبات وشايف. أنا ما لقيت نادي في الدنيا جمهوره بينتقد لاعبينه. يعني أنت عندك 30 لاعب وكل زول داير 30 لاعب يكون جوا التشكيلة، وكل زول بيفضل لاعب على لاعب ويكون في إساءات للاعبين كتار جدا. يعني نحن نرفق بلاعبيننا، ما في حاجة اسمها لاعب صغير ولاعب كبير، وفي النهاية انت في كشف الهلال انت مؤهل. ما في زول بيجي كشف الهلال ده بواسطة، ما في زول بيجي كشف الهلال بإمكانيات ضعيفة. فأي لاعب موجود في كشف الهلال موجود بأمر المدرب كويس، وموجود بأمر تسجيله جوا نادي الهلال وبوظائف ومتطلبات. فما في داعي نحن نعلي شأن لاعب ونسيء على اللاعب ونضغط على لاعب. لاعبين دول كلهم الأدلى بيدلوا والبدلي بيدلوا واللي لسه قدامه المستقبل والتاريخ. ويمكن امبارح المدرب لعب تشكيله مغايره جدا، رفضت عباره عن لعيبه كتار، وده يثبت لك انه كل لاعب حق من الثاني. فنحن نحاول نكون رفيقين بلاعبيننا، ما 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 في تسني، ما في تمييز. نحن ما عندنا هنا تمييز على ايجابي لا سلبي. لاعب في الهلال خلاص الموضوع انتهى، يخش اي لاعب يادي عليه. فيما اشرت له من ناحيه اثيوبيا، نعم حقيقي اعتقد انه احنا تهنا من اثيوبيا. نحن في اثيوبيا كنا متخوفين تخوف شديد جدا من البرنامج الضاغط في الدوري الممتاز وكاس والمنتخب والرحله، يمكن حتى الرحله لاثيوبيا بالرغم انها قريبه لكن كانت ليلا، لانه الطيارات بتجي في اثيوبيا الساعه 6 مساء بتمشي بحر دار. نعم. فكان لابد انه يا نمشي نبيت وندخل في تكييف بدني مختلف بحكم الأكسجين، يا نمشي في ظروف ضاغطة ونبيت زي ما قلنا نسافر ليلا وناخذ راحتنا ثاني يوم بالنهار. فده كان الخيار اللي عملناه. نعم. لما وصلنا بحر دار، بحر دار طبعا منطقة معروفة ماطرة جدا، ويمكن أول يوم نزلنا شفتوا كلكم الصور في موقع الهلال. نعم. البيئة مختلفة شفناها برضو في قناة الهلال وفي قناة الهلال. نعم. مع تحياتنا لأخونا خالد عربية. نعم. حقيقي كان خير سفير ليكن. صحيح. فالبيئة كانت صعبة. فنحن كنا متخوفين أساسا من المطر، وتحفظ يعني عملنا حسابنا بال أحزية المطر. نعم. وفي نفس الوقت من الأكسجين، لكن لاعبيننا بالتمرس بتاعهم عرفوا أنه يحسموا الشوط الأول يمكن الدفع النفسية اللي ماخذيننا، وفي نفس الوقت بالتكوين البدني الموجود جواهم من 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 قبل اختلاف الجو. نعم. فكان ساعدتنا جدا أنه نقدر نحسم الشوط الأول ويحدد دقيقة يمكن 65، احنا كنا التيم متماسك، لكن بعد كده بدأ تأثير الميدان وبدأ تأثير الجو. لكن ده ما حيكون عذر نهائي في مباراه الافريقيه القادمه نهائي. نحن لازم برضو قعدنا مع المدرب راجعنا كل التفاصيل دي كان في المباراه. طيب بمناسبه قعدنا مع المدرب، البعض تحدث عن انه كل هذه يعني التراجع حدث بعد تغييرات المدرب وبعد يعني وانه ريكاردو فورموسينو لسه ما قادر يعني يتلامس بشكل جيد مع كرة القدم الإفريقية وتطورها الحاصل، وانتقادات كبيرة كانت جدا لريكاردو في المباراتين. والله ريكاردو حسي غريبا له 6 شهور. نعم. فهو يعني يمكن درس الوضع عام، ما في حاجه اسمها لسه، نحن ما عندنا حاجه اسمها لسه. نعم. ما فاز ولا كوره افريقيه حتى. هو لعب كم كوره افريقيه؟ لعب 3 في الموسم الماضي بس. لا الموسم الماضي 2 ما زين بعتقد وصن داونز الحين كويس. نعم. تعادل وخساره. فده ما فتره كافيه للتغيير بتاعه بالمناسبه. نعم. افريقيا ولا لانه هو حتى يكون يعني افريقيا طبعا. لانه محليا يمكن لا محليا خلاص حقق انجاز يعني. كوره عاملين قريب كم 60 ولا كم 70 لا محليا ما في كلام، افضل هجوم افضل دفاع بريكورد على اعلى مستوى. ف نشتغل بجزئيات زي ما اقول. نحن هسه صعدنا لكن قدامنا مشوار طويل، ودور اكبر انه نمزج الصعود مع الاداء الراغي اللي احنا مطلعين له. نعم. الهلال يمكن معروف بالكوره الحلوه واللمسه الحلوه والاداء العالي بالاضافه للنتائج. فقعدنا معه وتلمسنا المواطن بتاعت التطور اللي عايزين فيها وين، ومناطق بتاعت الضعف واحتياجاتنا للمرحله المقبله، واتفقنا عليها
وضربة البداية حس طوالي بعد مباراة هلال المريخ إن شاء الله التجهيزات تكون على قدم وساق على أمنياتنا أنه نؤدي الأداء المطلوب أفريقيا ونصعد بالطريقة المريحة من غير أن نخش في الحساب تحت المباراة السابقة. طيب شوية طمنا على الترتيبات الخاصة بمباراة القمة. صحيح الهلال حسم الدوري وكل شيء، لكن في النهاية هلال المريخ وريكاردو نفسه الديربي الأول بالنسبة له ما كان سعيد الخسارة بهدفين دون رجع استعدادات الهلال لحسم الأمور، خاصة أنه ديربيين ورا بعض، واحد في الدوري والثاني في الكأس. نحن حاليا يمكن كل المخاوف دي نقلناها للمدرب، طبعا المدرب نعم. الاجنبي بالنسبه له بيحسب حسابات ربحه وخسارته بالنتائج. صحيح. الدوري ممتاز حسمه، ده حسابه الاساسي. نعم. يعني بالنسبه له كان غلط في 100 هلال المريخ وما شفت الدوري هو ما عمل حاجه، ده حساباته هو. صحيح. ونحن كجمهور تحسب 100 دوري وما شفت هلال المريخ حساباته مختلفه. نعم. فهو جاهز كامل الجاهزيه، اللاعبين زي ما قلت لك فيهم الخبره وفيهم اللعب هلال المريخ كثير. فكلنا بناحية نفسية وإدارية وفنية مساهمين وما عندنا خيار غير أنه هننتظر المريخ إن شاء الله. طيب يعني نربط هذا الجانب بالانتدابات المقبلة، فترة التسجيلات مع شهر أكتوبر، تقرير المدرب البرتغالي، تخطيطكم للتسجيلات، خاصة أنه واحدة من يعني الإخفاقات التي يراها الكثيرون بالنسبة للجنة التطبيع هي ملف اللاعبين المحترفين. محترفين ما كانوا بحجم التوقعات، ما كانوا بحجم التطلعات، ما كانوا بحجم رئيس شرفي مثل معالي المستشار تركي آل الشيخ له التحية الكبيرة. ملف المحترفين بالكامل عند المدرب ريكاردو فورموسينيو، ولا كيف ستحاولون إسعاد جمهور الهلال من خلال ملف المحترف؟ ملف المحترفين المحليين بالكامل نعم. مسؤولية المدرب وهو أوريدي حدد متطلباته العايزة. كويس. ده نفس السؤال بتاع السنة فات في نفس المواعيد. نعم. فحدد متطلبات بتاعته عشان ما أديك أسماء طبعا. طيب. حدد المتطلبات بتاعته مراكز ولا أسماء؟ كله تغريره يعني حدد الخانات بالأسماء، أنا عايز فلان أيوة. وفلان وفلان حددها، لكن نعم. طبعا ما في اي افصاح عن حاجه زي دي حاليا لا ما حدد الصلاه ما فاسر والجهر، لكن يعني حدد خيارات يا فلان يا فلان، ولا حدد لا انا عايز اسماء بعينه يا فلان يا فلان، يعني هو خدت بلان اي وبلان بي وده شيء طبيعي. اوروبيين ولا افارقه؟ في تسجيلات ان شاء الله. كويس. تسجيلات. فاول حاجه انا ارجع لك للموسم الماضي، الموسم الماضي التسجيلات الاولى كان فيها جيسي وده كان أمر جماهيري في المقام صحيح. الأول نعم. ومتطلبات فنية ومطلب لاعبين هنا برضو بيحتاجون نحن شفناه لايف صحيح. ده ما فيه كلام نعم. إخفاقه هنا طبعا دي حاجة من ربنا زي بقوله يمكن البيئة ما نفعت ما يمكن أي شيء حاصل يمكن ما أخذ الفرص الكافية من الأجهزة الفنية جبته والله ما في حيز نعم. ما أخذت الفرصة، بتاخذ الفرصة بتقلع بنفسك تقلع بأداك تقلع بإقناعك للمدرب، مدرب كان شاف أنت متوالف مع البيئة أو متوالف مع الخطة بيدخلك. كويس. اللاعب الثاني كان فيني الكونغولي فيني أكيد. فيني حاليا نعم. بيلعب وين؟ نجم الساحلي. النجم الساحلي يكون اقل من الهلال في طموحه صحيح، فدي ثاني برضه بعد زيها، لكنه فيني بيلعب في خانه فيها اخطر مهاجم في افريقيا ما شاء الله محمود الرحمن نعم. صعب انه يلقى فرصته. ثاني فضل منه الجامايكي الجامايكي ألفيس باول طيب برضو. انت يعني. متابع جيد نعم. جدا للكره العالميه الفيس باول في المنتخب لحد اخر مره ولا لا؟ لعب في المنتخب تمام. فيس باول ما قدر يتواجه نهائي مع الجو بتاع السودان. ديل ثلاثة ما اعتقد نقول احنا في اخفاق، نحن نقول في عدم توفيق. نعم. ما تأقلموا على الاجواء. ما تأقلموا نهائي حقيقي ما تأقلموا. او يمكن فيني بالذات ما لقى فرصة كاملة. لكن الفيس باول نهائي ما تأقلم، يمكن انا اخر كورة شفتها فيها افريقيين هنا على المستوى الشخصي يعني انت كنت زود ما بقوت. يعني الوضع اللي كان عليه وخدت البشكير والعرق وبتاع دي كان وضع سيء جدا. نعم. لكن ربنا في النهايه موفقون. يمكن الناس بيتكلم عن انداي انداي يمكن الكشف الطبي بتاعه يثبت انه عنده كبد وباي وحاليا رجع لناديه في قبرص وبيلعب. فهي الاخفاق والنجاح وارد، عندها لعيبه جدا يعني كتار جو السودان ويمكن اشهرهم اوتوبونج كان هداف الدوري المصري جاء اخفق وغيره. نزل الله انه حس الاختيارات الجديده تكون على قدر التحدي وتتولف وتتواكب مع الجو المطلوب ومع السودان نفسه. نحن ما نحترف كمان انه السودان بيئه طارده. نحن نتحمل انه احنا سودانيين وعندنا وطنيه وعندنا مستقبل زاهر لقدام واولادنا وكلام كثير كده. صحيح. لكن هو في شيء ما بيجبروا شيء انه يقعد في السودان غير الراحه الماديه وال 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 والبيئيه. نعم. يعني انت عندك هنا ظروف ضاغطه بالنسبه للاعبين من ناحيه الترفيه من ناحيه اقامه، فشويه بتكون يعني دائره متطلبات معينه للعيبه افارقه عاشوا في افريقيا وعايشين في جو وبيئة أقل من حقتنا شوية عشان يقدروا يتطوروا ويكون عندهم طموح لبرا. طيب الانتدابات التسجيلات وطنيين
واجانب متروكه بالكامل لريكاردو فورموسيني، ولا وطنيين انتم حتكونوا كلجنه تسجيلات موجودين فيها؟ هي لجنه تسجيلات موجوده. نعم. حتى بالنسبه للاجانب مع تم تكوينها خلاص، ولا اللجنه القديمه هي ذاتها حتواصل؟ لا تم تكوينها. نعم. ناخذ طيب الاسماء. خليها لنا، ما ده ما وقتها. طيب نزار عوض مالك موجود فيها ولا ما موجود فيها؟ برضه خليها، ما لانه انت عارف اللجنه بتاع التسجيلات دي اول ما تقول نعم. فيها فلان بتبتدي تدقيق التليفون بتاعت الوكلاء بتاع اللاعبين وازعاج ما طبيعي. ما ده طبيعي. لا ما في ظروف زي دي باقي كل اربع خمسه يوم. انا اللي قدامك ده كاعلامي قناه الهلال تليفوني بقى ملان وكلاء بتاع اللاعبين. خلاص انت جيب احنا بنشوف عندك كويس. التسجيلات دائما هي حاجه مشتركه بين المدرب والجهاز الفني. نعم. والجهاز، لكن بالنسبه للاجانب انت ذكرت انه المسؤوليه بالكامل. المسؤوليه بتاعت المدرب، لكن برضه ده لا يحفي انه مجلس الاداره يكون عنده دور ورؤيه كويس، وطبعا المفاوضات حق مجلس الاداره. صحيح. حتى بالنسبه للوطنيين هو عليه الترشيحات ونحن علينا السعي في انه نستجلبهم، وبعدك طبعا بيكون في نواحي ثانيه انت بتدعي له، يعني ما اي لاعب بيلعب في الهلال وما اي لاعب يعني بارس الهلال وطموح الهلال، فبرضه بيكون عندك رؤيه، فهي شراكه، لكن العنصر الاساسي فيها هو المدرب فنيا. ومجلس الاداره عنده الرؤيه الاداريه اذا في ملاحظ. نعم. لكن احنا زي ما قلت في لعيبه وطنيين خلاص تم حسم التفاوض معهم شغالين. في كلام اليوم انه مبارك عبد الله حيلوادي نياله خلاص. شوف نحن الكشف بتاعنا ما محتاج للعيبه كثيره عشان تكون هو شيء عارف. يعني ما تتخيل انه عندنا 10 15 ما في كلام زي ده. الكشف ده يعني حتى في ناس بيقولوا انه ما محتاج تضيف عليه اساسا الا جانب، فاطمئن انه ما في الهوجه العاليه ديك وما في شطيب وما في كلام زي ده يعني. طيب بمناسبه الشطيب في المشاطيب اتحدد ولا لسه؟ لا ما تحدد لسه صراحه. نعم. انا واحد من الناس بالمناسبه الراي انه الهلال بس محتاج محترفين. صحيح. ده راي شخصي يعني. طيب بعدين نعم. هي طبعا لما اقول لك اضافات، الاضافات دي ما هي فيها شمول لناس اوريدي في الهلال. نعم. يعني اضافات دي لما اقول لك هو التجديد لابو عقله، التجديد تم التأشير لابو عقله ولا لسه؟ لا لسه. نعم. قرارات ماشي. طيب الشيخ، الشيخ راجع اوريدي. نعم. راجع عندك حتتم عارته مره ثانيه ولا راجع خلاص؟ حيرجع للهلال. ان شاء الله ما حتتم عارته كويس. بعدك عندك لعيبه انت اوريدي برا، عندك اسكندر برا وعندك وعندنا مينين. نعم. فالحمد لله يعني وضعنا ممتاز هنا الحمد لله وان شاء الله دائما. طيب نجي لواحد من الملفات وكان ملف صادم جدا بالنسبه لجمهور الهلال، الاستاد لن يكون قادرا على احتضان مباريات الهلال في دوري الابطال، وانه تقرير مفتش الكاف الموزمبيقي الاخير تحدث عن الكثير من الملاحظات. الحاصل شنو؟ المفتش قال شنو؟ والمشكله وين؟ والناقص شنو؟ هل حيتكمل ولا ما حيتكمل؟ دارين صوره كامله بالنسبه ليه استاد الهلال. طيب اول حاجه هي نشكر الرئيس السابق اشرف سيد احمد. نعم. هو ترك حقيقي بنيه تحتيه يعني مؤهله جدا لانه الهلال يكون لقدام في مصاف ممتاز. يعني عندنا فندق وعندنا تجهيزات ثانيه في الاستاد كثيره جدا بقاعه بتاعت في اي بي وبتاع. المفتش الموزمبيقي سبحان الله انه اشاد جدا بالاستاد. نعم. كبنيه تحتيه و مؤسسة بطريقة كويسة، لكن دار إصلاحات. حقيقي أنا من الناس اللي زي ما يقولوا صدمت في تقريره. نعم. لسبب بسيط، نحن لحد قبل 6 شهور المراقب نفسه يمكن التيم المعاون معه زار الهلال وحدد الملاحظ واشتغلنا عليها وابروفد اوريدي او صدق عليها. نعم. والدليل انه اخر مباراه بتاعت السودان كانت ملعوبه هنا. صحيح. كويس، يمكن كان الهاجس الاساسي الاضاءه، لكن البنيه التحتيه النيلة، غرف اللاعبين، الاستاد شكله العام كان مصدق عليها. الفريق الوحيد عشان الناس الجماهير ما تحس بهلع وما في تغيير يعني حصل في الاستاد ده يخليه ما يصدق. الحصل ارتفعت المعايير من معايير الكاف لمعايير الفيفا. نعم. فحس التدقيق بقى في المداخل بتاعت الاستاد من الشارع. الباركن كويس، الميدان الرديف كويس طبعا، لكن هي درجات، في درجات بتأهل للتصديق وفي درجات بتأهل للعب المؤقت وحاليا في التأهيل في بعدك المجموعات، فكل نعم. مرحلة عندها بطولات معينة. لكن تقريره الحالي يمكن ما أشار لحاجة مشكلة كبيرة في النجيلة، وهي الإصلاحات فيها شغالة على مجال الساعة. رجع لغرف اللاعبين يعني نكون واضحين أكثر، هو أتكلم عن الحجم بتاع غرف اللاعبين اللي هي يمكن منذ تأسيس النادي غرف مصدق. نعم. عليها هسه قال لازم تكبر وتوسع ويكون فيها اضافات، تغيير نوع الخشب، يعني انت بتتكلم عن نوع خشب بتاع الدواليب اللي هو انت السنه اللي فاتت نفسك انت اللي اخترته وصادقت عليه. فهي اصلاحات كلها ممكنه. نعم. ونحن اوريدي ابتدينا منها فيها من امبارح، نحن ما حنجيب ثانيه، شغالين في الاستاد حسي بقياده اخونا اسماعيل عثمان قاعدين في الاستاد
في تكسير وتوسيع لغرف اللاعبين، هتمتد للكنبة تحت الاحتياطي برضو تغيير كامل بإصلاحات في النجيل نفسه كويس. والطموح الثاني اللي هو الإجلاس. نعم. يمكن هو هل يتكلم عن الإجلاس؟ قال إنه ما في تاني قصة مصاطب شعبية، إنه يجب أن يكون مقاعد بالكامل. نعم نعم، كلها يفترض إنه يكون فيها كراسي مثبتة، ودي يمكن الخطوة الثانية حنعمل اللي هي دي اللي بيعمل بها التصديق للجمهور، لأنه حتى نعم. هي كان ما في، هي ما بتلغي تصديقك وما بتلغي اللعب في ميدانك، لكن بتلغي وجود الجمهور. فالإجلاس دي برضو من الخطوة اللي احنا شغالين فيها وحنشتغل فيها. الكراسي الموجودة حاليا يمكن ما مضادة للشمس، فنصها هتكسر. نعم. فبتحتاج لمعالجة معينة يمكن كيميائية، اعتبر انه الحاجة اللي بتجي تكون يعني ضد الشمس انها تكون ثابتة. فده ملف يعني ما فيه اي تراخي، من اول امبارح بتعليمات مباشرة من رئيس النادي هشام حسن الصوباط. نعم. تم البدء في العمل، وامبارح بمعية الاتحاد كان في زيارة صباحية وقفوا على كل المرافق دي، واتفقنا على الخطه بتاعت التنفيذ الحاليه، وهنستدعي في خلال اسبوعين ثاني المفتش يشوف التقدم بتاع الاجراءات. نعم. وحتى يمكن استبعاد السودان يعني اول الفرق ذات المجموعات ما تلعب في استاد الرميد برضه. صحيح. التصديق ده لحد التاهيلي بس. نعم. فهي المسؤوليه كره تريفرز الجايه دي حنلعب عادي؟ نحن نعم ساعيين انه نلعبها هنا في استاد الهلال. نعم. اذا ما في الابيض. نحن هدفنا كله انه استاد ده يكون مؤهل ونلعب فيه مبارياتنا. نعم. اذا شاء الله وقدر انه ما قدرنا في خلال الاسبوعين دي ننفذ كل المطلوبات، حنشوف الخيار البديل شنو. ممكن يكون استاد الرباط، ممكن يكون خارج السودان، ده كلها خيارات. نعم. متاحه. فنحن حنشوف الاصلح للهلال، والاهم برضه لا ممكن بدل. ممكن اللجنه ترفض تلعب في الرباط وتختار تلعب كره في فريق بين ترفض. نعم. وبين تختار ميدان خارجي. ده فريق كبير جدا. احنا استاد الرباط ما استاد داخل السودان، و الأبيض مدينة عزيزة علينا واستاد مصدق، فما فيها مشكلة. نعم. لكن برضو احنا هنشوف كل الخيارات يعني المطلوبة، اللي هي انه أولويتنا انه نصلح استادنا. نعم. وده شغالين فيه احنا. استادنا يمكن حسي كلكم مشاهدوا الفرحة المرحلة المقبلة الفائدة، يمكن يحد مباراة المنتخب ولحد مكونتنا كان في تغيير في نوع الإضاءة في الشماعات. نعم. الموجودة جبناها من اسبانيا يمكن لها اسبوع ركبناه، حسنت نوعا ما في نوع الإضاءة. هل صحيح إنه المفتش جاء طلب الإضاءة كان الكهرباء قاطعة والمولد رفض إنه يشتغل فما شاف الإضاءة؟ لا لا، شوف هي ما دي واحدة من مفارقات السودان. نعم. بمجرد دخول الاستاد الكهرباء قطعت العامة، دورنا الجنريتر اشتغلت ربع ساعة الكهرباء جت، دورنا الكهرباء العامة قطعت الثاني. فدي كان يعني أنا بتذكر كويس، يمكن أنا كنت مرافق معاه يعني باحتوار إنه موجود في التمرين. نعم. فبشرح بقول الإضاءة عاملين كيف بتقوم تقطع، فبنرجع ثاني دوره جنسه ثاني يقول ليه شفت اي تقطع. فهو بالنسبه له طبعا دي حاله غريبه يعني. نعم. انت شغال مباراه وقطعت الكهرباء وقام الجنريتور ثاني قطعت، فعشان كده كتب تقريره. لا لكن ما 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 بتمنع اللعب. نعم. نهارا ما هي ممكن حتى لو الاضاءه سيئه ممكن نلعب نهارا. صحيح. فزي ما قلت لك هي الستاندرز، فبيقى متطلبات اوسع ويعني اشمل، اللي هي من غرف اللاعبين الحمامات نفسها تقسم طريقتها كيف ومداخيل ومخارية. لكن أطمن جميع القاعدة الهلالية اللي هي مهمومة، وشايف حتى في دعوات كثيرة جدا لفتح باب التبرعات، اللي هو نحن اوريدي ما الهلال ما حكر على اي زول، اي زول ده يتبرع في نادي الهلال ده في حساب مفتوح يتبرع فيه بالطرق الرسمية ويشيل ايصاله من نادي الهلال. فنحن ما واقفين، رئيس النادي متكفل تكفل تام بكل الملف ده وشغالين فيه. طيب الإضاءة يعني الحل الجذري لهذا الموضوع، الكلام كثير انه الاضاءه حتصل في التصنيع مش عارف كل التفاصيل دي، وحتى الان يعني ادينا نهائيا كده يعني حتصل الاضاءه الجديده 200 وحيكون هناك حل جذري تماما لمشكله لعب الهلال مباريات افريقيه الليله. الكهرباء الحاليه دي اول اضاءه. نعم. ما عندها اي علاج غير التغيير. ودي اوريدي احنا شرعنا فيها. نعم. انا كان رجعت ثاني قلت القصه بتاع انه جو تيم من اسبانيا الناس يمكن حتضحك. نعم. لكن حقيقه الدراسه تمت والمواصفات جهزت وارسلت والتصنيع يمكن ابتدى فيها وفي جزء جاهز كان للشحن. لكن طبعا شاهد المغادرين بس لسه يعني يمكن تاخذ ثاني لحد نهايه 10 حتى تشحن الحياه دي، لانه فيها مكونات ما جاهزه. يمكن الاساس بتاع اللي هي بسموها الانفراستراكشرز العاديه دي اللي هي الثوابت. نعم. دي جاهزه، لكن الشمعات والاضاءه بزوايا مختلفه دي. نعم. زي حس احنا ركبنا حاجه دي، لكن الزوايا عندها شغل حساس، مهندسين بطريقه معينه اسقاط الزاويه بتاعت الضوء والاضاءه بتاعتها كيف والضوء كده، عشان ما يكون كلام مستهلك. الاضاءه دي حتغير بالكامل. نعم. الموجوده حاليا حتغير بالكامل، ودي برعايه كامله من سعاده المستشار تركي آل الشيخ، ويمكن هو اعلن حتى في الموقع بتاعه،
ونحن بس يهو في متابعة بقيادة الرئيس سيد الرئيس هشام حسن ومع تركي آل الشيخ مع المستشار في تحديد الآخر موعد الوصول اللي هي الإجراءات اللوجستية. نعم الخاصة بوصول الإضاءة. معالي المستشار حيكون بس في موضوع الإضاءة، الناس بتتكلم عن طموحات كبيرة، عن أكاديمية، عن ملعب رديف، عن كمية من يعني من المشاريع المستقبلية المفروض تكون أو قدرتكم كلجنة التطبيع على تقديم مشروع ينجح في الذهاب للهلال للمستقبل، مش بس مجرد يعني أشياء آنية لهذا الموسم أو الموسم البعد. يعني كلام كثير كان عن الأكاديمية، عن الملعب الرديف، عن كمية من التفاصيل يجب يعني ما أقدر أقول نستغل، ولكن يعني نحاول أنه نستفيد بشكل كبير جدا من وجود رجل مثل تركي آل الشيخ عنده الكثير من الإسهامات الرياضية. هي الشراكة أنا بعتبرها برضو شراكة. نعم. هي شراكة فيما يصلح نادي الهلال عموما، فهي داخلة فيها الأكاديمية، ممكن دي من أول الملفات، داخلة فيها الإضاءة، داخل فيها الكادر الفني، الزي، أي حاجة تلي الهلال فيها يعني طريقة بتاع التطوير، هو يمكن سعد المستشار يعني أدلى بدلو أنه داري يساعد فيها وينقل التجربة الموجودة في مصر وفي السعودية وفي أسبانيا لينا هنا بطريقة يمكن احترافية أكثر. يمكن بس ما كل الملفات فتحت في وقت واحد، يمكن بدلنا بالأهم الأهم الأعلى اللي هو التيم الكورة والكادر الفني وبعد كده موضوع الإضاءة، لكن كل المشروعات الباقية تتوالى، ويمكن جزء منها حتى يكون للمجلس الحي المنتخب حيواصل. نعم. معه سعد المستشار التركي في انه يعني يقدم ويضيف، ويمكن برضه احنا بنلقى العذر لسعد المستشار باعتبار انه يعني هو ما قاعد بس متفرغ وسط السودان. صحيح. يعني في اهتمامات ثانيه على مستوى الدوله ومستوى وزاره وحاجات كثيره جدا، فاحنا برضه بنلقى العذر مرات في يعني مشاريع مستقبليه لسه ما نفذت او ما يعني ما تناقشنا فيها لسه، لكن اكيد في خطه كامله. يمكن السيد هشام حسن الصوبات باتصالاته المباشرة مع تركي آل الشيخ سعادة المستشار يعني عنده اتفاق تام أو شبه يعني معروف الخطة بتاع المرحلة المقبلة، لكن أؤكدك أنه فيها الأكاديمية وفيها ميدان الرديف وكل ما يلي النادي. يمكن إحنا حتى جات شركات منفذة وعملت سيرفي كامل على الاستاد. نعم. الميدان الرديف والباركينج والنادي الأسري المستقبلي بالمنافذ الباقية من سباحة وقاعات وكافتريات، ده كله يمكن يعني نوغش وموجود له دراسات كاملة وفيديوهات كاملة يعني. نعم ده كله ملفات موجودة في طاولة المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي. نزار عوض مالك، ولا نشكر جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم والحديث بكل تأكيد عن كل هذه المواضيع الجميلة والتي تهم الجمهور الهلال، والذي نتمنى أن نكون نزلنا الإبهام وعلامة الاستفهام عن الكثير من المواضيع. آخرها حاجة، جاهزين مويه ونور لكرة القمة؟ يعني جاهزين دائما، ما جاهزين مويه ونور للقمة، وجاهزين للقاءاتك دي، وجاهزين لأي سؤال. 100 100. بس حاجة أخيرة من هنا، القاعدة الهلالية كلها أول ما تقول لنا الجميع، وهي نتمنى من الجميع المشاركة. ده تاريخ الهلال يكتب، تاريخ مؤسس على ماضي وتاريخ يعني على أو مستقبل الهلال بيمضي في الأيام الجاية على تاريخ قديم جدا، على ناس أسهموا وقدموا. نحن ما بنجي نستلم الراية عشان نرجع لورا، احنا نتقدم لقدام، لابد من وجود نظام أساسي، نرجو من الجميع الحضور إن شاء الله. هذا ما نتمناه بكل تأكيد. أشكر جزيل الشكر للأستاذ نزار عوض مالك عضو لجنة التطبيع بالنادي. نذهب الآن إلى فقرة تحبونها كثيرا، ذاكرة إفريقيا، واحدة من المباريات الجميلة التي اختارها الزملاء في الكنترول. ثم نعود.